كما انتقد الماس الشروط التي وضعها الاتحاد الجزائري لكرة القدم في فترة الاستقدامات الاستثنائية، واصفا إياها بالمفخخة، مؤكدا أو كاشفا بأن إدارة النادي كانت قريبة من جلب اللاعب بن خماسة من إسبانيا. والله يعني فترة الاستقدامات الاستثنائية التي تم فتحها، يعني والله كي تحاول تدرسها يعني في الموضوع يعني مهزلة وشيء يعني مؤسف. احنا من الاوائل اللي طالبنا بالفتح على الميركاتو الاستثنائي اللي يسمح لنا باش ندعموا الفريق، خاصه في المغامره الافريقيه. الفكره في حد ذاتها يعني فكره مليحه وفكره مستحسنة، لكن الطريقة اللي تم شروط يربطوا بها الاستخدامات يعني شروط مجحفة، يعني شروط كما قال لك سميتها أنا مع الزملاء، قلت هذا ميركاتو مفخخ، يدير لي ميركاتو يسمح لنا باش نستخدموا لاعبين، لكن بشرط أن يكون لاعب بدون عمل أو لاعب بدون فريق. قمنا بمحاولات إلى آخر لحظة، كنا قادرين نستخدموا لاعب واحد جزائري يعني مقيم بالخارج وينشط في البطولة الإسبانية، لكن للأسف لاخر لحظه كنا اتفقنا على كل شيء، للاسف اخر لحظه ما قدرش الفريق تاعو رفض باش يسرحوا، ولهذا ما قدرناش يعني نتكلم مع محمد بن خماسه رئيس. طبعا هو اللاعب بن خماسه.